السلام عليكم. اليوم راح أتحدث معك عن قصة غريبة وصل حديث الناس عنها إلى حد الإشاعة. كان في يوم من الأيام أحد الملوك جالس مع حكماء ووجهاء وكبار قبيلته، كان يتحدث ويستذكر شجعان قومه وأكابر قومه وفرسان قومه السابقين. فكان كل ما يذكر واحد من كبار قومه وفرسانهم وشجعانهم يقولوا له قتله أبو الريحانتين، يذكر شخص ثاني يقولوا له قتله أبو الريحانتين. غضب الملك غضب شديد وقال دلوني عليه، وين هذا أبو الريحانتين؟ فقالوا له هو في مدينة تسمى بخد العذراء. الملك أخذ 2000 من الفرسان وجمع آلاف من المشاة وتوجه إلى هذه المدينة بقصد الغزو حتى ينتقم لأجداده وآبائه. كان هذه المدينة مدينة خد العذراء محاطة بسور، هذا السور يقيها ويقي أهلها من الهجمات الخارجية. لما وصل الملك إلى هذه المدينة، أهالي هذه المدينة تحصنوا داخل المدينة وبهذا السور، وتم الحصار عليهم لمدة 6 أيام. بعد هذه 6 أيام تم ثلم جزء من السور حتى يدخلون من خلاله إلى المدينة. لما دخل إلى المدينة توجه إلى موضع أبي الريحانتين قاتل آباء وأجداده، ما وجد أبي الريحانتين وإنما وجد قبرة. صار يخاطب القبر، أنت قاتل آبائي، أنت قاتل أجدادي. جرد سيفه حتى يضرب القبر، بنفس اللحظة مد إصبعه من القبر على شكل سيف وشطرن إلى شطرين، الشطرين تحولا إلى حجرين أسودين. أخواني الأعزاء، الملك هو مرة ابن قيس والقبر هو قبر الإمام علي عليه السلام. هذه القصة ذكرت في العديد من المصادر التاريخية مثل كتاب ماضي النجف وحاضرها للمؤلف الشيخ جعفر محبوبة، وأيضا كتاب المفصل في تاريخ النجف للدكتور السيد حسن الحكيم. أيضا ذكرها الترمذي في كتابة المناقب، وذكرها بالتفصيل محمد حرز الدين في كتابة تاريخ النجف الأشرف. الإصبعين صار لهم أثر، وهذا الأثر موجود اليوم داخل شباك ضريح أمير المؤمنين عليه السلام في غاية الروعة والجمال. موقعهم بالتحديد بالجهة الجنوبية من صندوق الخاتم قرب الرأس الشريف. الكثير من الأحجار الثمينة والأحجار الكريمة والحلي اللي كان يديها السلاطين والملوك إلى ضريح أمير المؤمنين عليه السلام كان تعلق في هذا الموضع. الإطار اللي يحيط بموضع الإصبعين كتبت عليه الآية الشريفة بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. ولا يزال موضع الإصبعين موجود وواضح للعيان داخل الضريح، ويكون موقعه خلف الزجاج المحيط بالصندوق المقدس.